اقسم بالله حنا كنهضروا معاكم راه لتحت راه شي سلاح وشي كلاب واحد لواحد الجروب مسلحين راه ما يمكنش. Muita gente já ouviu falar da favela da Rocinha como um lugar de confronto entre policiais e traficantes. Até aí, não tem novidade. Essa perspectiva do drama e da violência já está muito bem representada. Afinal, é o que a gente vê na televisão. Só que a favela da Rocinha vai muito além dos episódios de confrontos entre policiais e traficantes. Esqueceram de falar que, além disso, na favela da Rocinha hoje, vivem em torno de 250 mil pessoas. السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد. الفيديو غادي يكون سبيسيال مختلف بزاف. جينا عند الدري عشيرنا، هو غادي يدخلنا الاكبر فافيلا كاينه، ذا بيجست فافيلا ان برازيل، لاتين امريكا. فافيلا، وات مينز فافيلا؟ اكسبلين تو ذيم. فافيلا اتس ا بور كوميونيتي اند ان هيو فافيلا ذا نيم اتس بيكوز اتس ديفرنت، اتس اون ذا ماونتينز. فاميلي كانوت كام ويذ اس. يس. نو. واي؟ نو. واي؟ اتس نوت ا جود بليس فور مهم، حيت انتم عارفين انا جيت مع الايوبي و سناء مدام ديالو، مرحبا بك. قال لهم جو بريفير ان لا فامي ما يجيوش معنا، صعيب انك تكون هنايا، وهو حيت بحكم انه ساكن هنايا وقديم هنايا. جينا باش نشوفوا الفافيلا. واقع لي يقدر يكون اول يوتيوبر دخل الفافيلا، والله اعلم. انتم اللي غتقول لي في الكومنت. الو، باش نشرح لكم، شوف ديما مالي الوقت، ديما حاضرين باش نشرح لكم. قال لي هاد البلاصه اللي غنمشيو لها ضروري خصنا ناخذوا طاكسي موتور، هو اللي غيدينا. دونك فوالا، غادي ناخذوا طاكسي موتور وغادي نطلعوا. اول حاجه قال لنا تاوني برو، وي ار جوينغ تو ذا توب اوف روسيا، يو اولويز كان يوز يور كاميرا، اوكي؟ ان تو ميبي ثري سبيسيفيك بليسز اي ويل تيل يو تو ستوب كاميرا، اوكي؟ اوبسلي بيكوز وي كان نوت فيلم. يس، اوكي، نشرح لكم شنو قال. نقدروا نصوروا ولكن في شي بلايص اللي ما خاصناش نصوروا غيقولها لنا باش نحيدوا الكاميرا. دابا حنا طلعنا في المطار، كل واحد خدا موطور، هو كيشرح لهم العشير وحنا غادي للفافيلا. دابا كما كتشوفوا العشير سبقنا هو الاول، قال لنا باش قلت لكم حبسوا التصوار، حبسوا التصوار. الكاد درو ارجو ايماجين. اه يا واو واو واو. خويا هيثم داهية. شفتي على الطلعة كي دايرة هنايا. ووو، إيما ويلكم تو ماي فلوغ. فينا إيما؟ إيما كمان إيما. غراس ايل كون لا دون الفافيلا. سورتي نغنى عليهم ما جاش ليها. هذيك إيما كيف كيش تيدي كونج تي في، كيف كيش تيدي كونج تي في دون لا سونتر كوميرسيال. Que j'étais la fille la plus belle que t'as vue au Brésil. Oui, 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 oui. Et je t'ai dit, je suis sûr que vous n'êtes pas brésilienne. C'est ça. J'ai pas trop la tête de brésilienne. Oh, j'ai une autre restaurant. Alia, باش ندخلوا نقدروا نشوفوا الفيو هنايا، ومن بعد غنمشيو على رجلينا وسط الفا في لا فافيلا. شو ايغاليتي فراترنيتي، هذه ديال فرنسا دابا هي الباسبور احمر. دابا دويت تتكلم ليا. موتشو غراسيا. بيتيت فافيلا مو فريه. الفافيلا. اوه تدخل إيما. Regarde là. Quoi? On était là le matin. Alpha Villa. رجاليا بلي في هاد الفافيلا هادي كاينه 200 الف عائله ساكنه هنايا، يعني 5 جينيراسيون، من جينيراسيون لجينيراسيون. يو ار ذا 5 جينيراسيون. مون فيس ماي سان. يور سان ذا 5، يو ار ذا 4. 4 يس. احنا دابا غنمشيو نزوروها الداخل مع خونا، والبلايص اللي ما نقدرش نصورهم ولا ما غنصورهمش. شوف تريك تريك هنايا كيفاش داير. شوف وهاد الناس هادو كيجيو هنايا 4 مرات في النهار باش كيجمعوا الزبل، وهما كيجمعوا هنا. قال لنا بلي غادي نهبطوا من هنايا بحال شي متاهه، وغادي نشوفوا هنايا كيفاش داير البلان. الو
Valeu, valeu, rapaziada. Imagina. 90% of people here in Favela da Rocinha, they live inside the becos, places like here. قالك 90% ديال الناس اللي في الفافيلا كيسكنوا بحال ما هكا. Just 10% are lucky people that has the chance to live in the main street, easy life, you know? Yeah. When we are younger, it's okay to walk up and down stairs. But when you're older... أنا أشرح لكم. 90% ديال الناس كيسكنوا هنايا فين وريتكم. ولا عنده الزهر كيسكن برا في الشارع فين كنت صورت لكم الفيلا طالعين بالموطور. قالك المشكل هو بالنسبة للناس الكبار اللي ساكنين هنايا مشكلة. شوفوا شوفوا. شوف. هنايا الجرافيتي هنايا كيرسموا هنايا. شوف دابا راه باب هذا. الناس ساكنين لداخل. دابا تخيلوا الدراري. واو شو 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 الخياطة ديال الضوء. شو بنادم فيه ساكن؟ خاشش. قالك 90% ديال الناس كيسكنوا هنا. نتشالهم. خاشش. شوف السيستم اللي قال لي بالنسبه للناس اللي كيجيو من البواطات ما عندهمش اخويا لي زادريس كيجيو يقلبوا عليها هنا كل كيقلب على سميتو نو ادريس انسايد ذا بيكو بليسز لايك هير ذيرز نو اوفيشال ادريس نو اوفيشال ادريس اوفيشال ادريس اتس اونلي ان ذا مين ستريت بليس لايك غير في الشارع اللي كتكون لادريس هنايا ما كاينش اخويا لا اول ذا بيبل ليفينغ انسايد ذيس بليس ان ذيس بيكو ذي يوز ذا سيم ادريس ذا سيم ادريس الناس اللي كيعيشوا هنا عندهم نفس الادريس شوف انشرح لكم داكشي اللي قال لي بحال دابا لهي كتشوفوا 308 هنايا 307 يعني كاع اللي كيسكنوا هنايا 307 بواط على تخ وحده وكاع اللي كيسكنوا هنايا 308 in that beco the boy he's there all the people living there use the same address the same address داكشي ما كيلقاوهمش البوليس الدراري كيلعبوا كوره هنايا اب سوري انا بغيت نعرف علاش شكون هو هذا الانجينير وهذا التكنيسيان اللي صاوب لهم الضو هنايا كتقول لي شي حاجه مزيانه كتجي تبرونشي هنا دابا ويفي واحد يقدر يصاوب بالسهم وصلنا لواحد البلاصه اننا وي كان نوت يوز ذا كاميرا هنا كاين واحد الدرب هنا ما نقدروش نصوره داك ما عارفين الدراري يلا خرجنا من هذه الزنقه هذه امبوسيبل تفيلمي بنادم واقف طولكي ووركي المهم والله هذاك الشيء ديال الافلام وات هي اسك يو He thought that I'm from Belgium. قال لهم شفتي من بلجيكا قالت لي برازيل هضرت مع برازيليا ويتبت خويا هيثم ايوبي اللي ما كيخافش لا معايا البيستولي علاش ما فيلميتيش؟ علاش ما فيلميتيش؟ خايفين اخويا التراك ديال صحاب المخدرات لا دابا هادو حاضرين العكاش شي وحدين اخرين يعني جبتي التليفون طق طق تولي في المشاكل وانتم عارفين ديجا طرا لي مشكل Tell me, what he ask you the man when he come to you? What he asked me? Yes. He asked me, where are you from? And he asked if we were using our cameras, but no. Oh, okay. Yeah, just to be sure. دابا جا واحد خونا قلقلنا سولو قال هادو منين؟ قال لي من المغرب وقال لي البرتغاليه قال لي واش كيصوروا هذا قال لي لا حد دابا هذا عشيرهم داك نو كاميرا هو اللي جبنا هنا فين بوحدنا ان بوتي هو حاكم الكرو هنا عشران هادشي اللي كاين ثانك يو هذا از اور فريند بالي ما شنو ندير دراري هذا راه خوه خو العشير اللي معانا تاع ماجد تاع ماجد مو فريه ريل برادر خو هيز ريل برادر ماي نيم از بلاك بيوتيفول بلاك بيوتيفول جامو بات جيلي نوا اللي بغيت نشرح لكم هو البرازيل هي البرازيل
استقبلات 4 مليون من افريقيا اكثر من امريكا. داكشي علاش كتلقاو هنا بنادم في البرازيل يعني سمار بحال ما هكا لحقاش لي افريكان كانوا هنا بزاف. فوالا حتما على السلام عليكم. وعليكم السلام. السكنات هادو اللي كيبانوا لكم جداد بالنسبه لهم هما جداد لحقاش هاد لي سباس كله كان واحد الكراج والاكس بريزيدون شرا هاد لي سباس هذا وبنى فيه ديور لهاد الناس هادو اللي ساكنين هنا وما كيخلصوا حتى شي ريال. يعني هاد الناس اللي ساكنين هنا ساكنين فابور. انا ما بغيتش نصور بلي واحد الناس داخل هنايا دونك هادشي اللي كاين. لاعبين السيوانه الدراري وانا كيطلعوا السطوح الناس كيلعبوا السيوانه. هاي وحده هنايا كتبان لكم فين واحد اي وحده اخرى هنا في اخباركم. دابا كنصور لكم وما نقدرش نصور لكم لتحت والله ما نقدر. ليكو فيك شابو تا اونجي تاي بو يماناي بوار بكير نو فاي بارا دي 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 دراري اللي كنهضر معاكم اقسم بالله وشتي الكاميرا طلعت من هنا غايبان لكم هذاك الشيء ديال الافلام. اول حاجه انتر صور ما غيبقاش يبان حماده والتليف غيمشي كلش اقسم بالله. حنا كنهضروا معاكم راه لتحت راه شي سلاح وشي كلاب واحد الجروب مسلحين راه ما يمكنش. شوف انا كنت شفت واحد الفيديو والله في يوتيوب بحال هذا الشيء قديم هو غادي نحطو لكم هادشي غتشوفوا في الفيديو. هادو كانوا لي عندهم فريد هادو راه كلهم عندهم الكلاش وداكشي والدراري صغار الدراري صغار علاش حيت الزنقه علاش لقيناهم فيها حيت الباترون ديالهم جاي يشوف مو كتكون هنا جاي يشوفها جاو معاه والدراري صغار لحقاش كيوصل 30 عام اما كيموت اما كيمشي الحبس اما كيعفو عليه الله. داكشي اللي الدراري صغار فوالا 30 40 كيعفو عليه الله ولا كيموت ولا كيمشي. شوفوا كدير شي لايف غنجبد التليفون نقول لكم شوفوا قلت غتسمع لا اله الا الله. كان واحد السيد كيدير فلوغات كان كيدير فلوغات دراري خلاق ناضي عندي شو على ما حال قبل الحد غتحيد الراسطه ياك الراسطه احسن حلاق شو على حلاق خوتي ناضي غنضربوا اللحيه انا وخويا هيثم. A few moments later. خوتي بلا ما تضحكوا عليا تعجلت ولكن انا بغيت نحسن غير حيت عجبني الجو هنايا والامبيونس. والله حتى احسن واحد صرع لك اللحيه. لا ولكن الموستاج دخل فيه بزاف. ناضي ما كاين اللي دخل فيه لا والو. برادر ها هو اللي حسن ليا كامان برو. احسن حلاق في العالم ما تخليش راسي لك الموستاج. اول حاجه بغيت نقول لكم بلي البرازيل والله حتى الشعب رجوله. مشينا حسنا وكان بامكانه قلت الثمن اللي بغى سمعتهم اللي عارف اليوتيوبر وداك الشيء وسائح قال لي 15 ريال هي اورو 50. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كاينه 2000 فافيلا دابا حيت كاين فرق ما بين ريو. شو المثال هو بحال مثلا قلتي الدار البيضاء وجهه الدار البيضاء برشيد جهه الدار البيضاء كاينه 2000 فافيلا بحال هذا الشيء اللي شفنا وفي السيتي يعني في الداخل هنا في ريو دي جينيرو سيتي كاينه 800 بحال هادي. واللقطه اللي كنت باغي نصور لكم وما قدرتش نصورها كون صورتكم ما شفتوش هاد الفلوق كاين ولا لا. ما كان لا تصور ما تشوفوش. ثانك يو فور ايفري ثينك اي ويل بوت يور انستغرام هير سي ذا بيبل يو دي وونت تو كم ماي ايجنس برازيل مون امور اي ويل بوت ات هير اند اي ويل نوت فورجيت ماي فريند. كنت نهضر معك بالانجلي نسيت ماشي مشكل خويا ايوب شكرا حيت غراسا توجينا البرازيل واي واحد بغى يمشي لدوبا ياك مرحبا دبي ولا اي بلاصه مرحبا اي بلاصه مرحبا خلي لكم انستغرام ديالو هنا مرحبا وتامو راه خويا خليو لي انستغرام ديالو هنايا والسلام عليكم من البرازيل فافيلا